مساء الخير جميعا. اليوم درسنا يا شباب كتير مهم وكتير عملي وكتير بفيد جميع المراحل. ببلش من المرحلة الابتدائية في اللغة للمرحلة المتقدمة. ما لقيته ولا في أي روابط على اليوتيوب. هلا رح نتعلم سويا كيف رح نحسن ناخد ولو أمثلة على أي امتحان بيجينا. هو أكيد ما رح يكون مثال مطابق، بس رح يكون مثال مطابق للأسئلة اللي بتجينا سواء في الاي سي في الجرود ليجاندي في الغيمناسيات في كل هاي المراحل. هلا رح نتعلم سوية كيف ناخد روابط عليها ونتعلمها سوية. بس قبل ما أبلش حبيت إنه أنوه إنه أنا في العادة بسوي الفيديوهات وبنشرها في كل الجروبات أملا إنه توصل الرسالة للكل ويتعلموا الكل. بس عم توصلني ردود غير معنى إيجابية وفاكرين إلي هدف من العملية أو أي شيء. بس على كل الأحوال أنا صار رح أصير أنزل هاي الفيديوهات فقط في الجروبات اللي بتتعامل معنا والجروب الأساسي تبعنا للي المغترب في السويد وخلص. يعني عم يجيني كتير أنا وجع راس ووجع قلب. هو أنا حاولت أفيد الكل بس الظاهر إنه ما حدا بده يتعلم ولا حدا بده يستفيد. وشكرا إلكم على كل الأحوال. رح أتابع معكم هون، ندخل على جوجل مثل العادة، بنفوت على سكات فيركت، عفوا على سكول فيركت. سكول فيركت وهي عبارة عن مثل وزارة التعليم أو مدارس. رح ندخل على البروف بدومينينج واللي بتعني انه الامتحانات وتقييمها. مثل ما ملاحظين هون ناشونال ابروف، رح نضغط عليها عشان ينقلنا مباشرة على الأمثلة على الامتحانات. ونحن هذا اللي بهمنا، بدنا ناخد انه أمثلة على الامتحانات، ممكن نعرف تاريخ الامتحانات انت بتكون في العادة. ناخد معلومات كتير من هون. هلا نحن اهم شي عنا انه ناخد هون، ناخد الشهادات، التقييم، كيف بيقيموا الامتحانات، على الامور هاي كلها. نحن هلا بهمنا اكتر شي انه كيف نحسن ناخد امثلة على امتحانات سابقة. بدنا ندخل هون مثل ما ملاحظين جروند سكولان ام ناسيت كونفوكس كومونال فوكس ناوت بيلدين، واللي بتعني انه هدول المراحل الاعدادية للاشخاص فوق ال 18. وهون مثل ما شايفين بالنسبة لل ACV. هلا نحن رح نبلش في ال ACV، ضغطنا على ال ACV فنقلنا على هاي الخانة، اعطانا معلومات على ال ACV. إذا بدنا معلومات على الامتحان نكبسون فبيفتح لنا صفحة معلومات على الامتحانات هون في الـ ACV كيف بتكون. نقرأها وناخد منها معلومات عنها. إذا بدنا ناخد كمان الامتحانات، بدنا نطلب الامتحانات فممكن هون نطلبها، بس هي تنطلب عن طريق الأساتذة فقط. الأساتذة بحطوا تاريخ، بحددوا تاريخ وبطلبوها. هلا نحن ما نا أساتذة، نحن طلاب. نحن اللي بهمنا كيف نتعلم أو ناخد فكرة شو بيجينا مثلا في الـ ACV، شو بيجينا أسئلة، شو بيجينا الأمور هاي. هاي بالنسبة للطلاب انفرمخون تيل إليفر، ندخل عليها مثل ما شايفين هون. هون بالنسبة للسويدي نحن نكبس عليها انفرماخون في السويدي، معلومات عن الامتحانات في السويدي. بالنسبة للسي ودي هون بالنسبة للعربي كاتبيلكم اياها في العربي كمان، بتضغطوا عليها فبتاخدوا معلومات بالعربي، بتاخدوا معلومات عنا بالنسبة للامتحانات للاي سي في، بتقرأوها ممكن تقرأوها وتاخدوها. هلا نحنا بدنا امتحان، مثال على امتحان في الاي سي في. ما
قلنا نرجع ندخل هون على جملة، ناخذ لابروف. رح نلاحظ هون الثلاثة بالنسبة للرياضيات، الستة بالنسبة للغة الإنجليزية، بالنسبة للإنجليزي بس هاي المراحل المتقدمة أغلبيتهم، فيزياء كيمياء. نحنا بدنا ناخد اللي بهمنا تبعات ال SFE. بالنسبة لل SFE هاي بالنسبة لل سماعي، قراءة، كتابة، الحكي، بس وحدة منهم. هاي بالنسبة للكورس بي، كورس سي. بي بالنسبة في خيارين، رح نكبس وحدة منهم، رح يفتح لكم صفحة فيها أسئلة رح تجاوبوا عنها. هاي معي بدكم تحلوها، رح تكبسوا الرابط تحته. En nyhet. Lyssna på nyheten och svara på frågan. Vad handlar nyheten om? وبتتابعوا هون هكذا. تابعوا بتحلوا هون يعني مثل تدريب. هيك تجي الأسئلة بالنسبة لكم بالنسبة للكورس بي. بالنسبة للكورس سي نفس العملية، بالنسبة للدي كمان نفس العملية. بس في الدي بتزيد بيهتموا في موضوع الكتابة أكتر. والسي بالنسبة للقواعد. فأنا بنصح الوصل على المرحلة دي يهتم بالكتابة أكتر شي، لأنه بكتب عن فحصين مختلفين، موضوعين مختلفين كمان. بالنسبة للسي قواعد، أغلبيتها بتجي قواعد بالإضافة للحكي. فيكم هون تزوروا هون لهي المواقع كلها وتجاوبوا على الأسئلة. Hur vill de bo när de blir gamla? Där var hon uthällde hon. Här där بالنسبة للSFE إخوات الطلاب، بالنسبة لهون مثل ما شفت، بالنسبة للسماعي، بالنسبة للقراءة هون كبسنا هون. ناخد بالنسبة للبي، هذا النص القراءة اللي بيجيكم هون، الأسئلة هون بدكم تعبوها هون وانتو نازلين. بالنسبة للكتابة هون مكتوب كل مرحلة واللي المرحلة موجودة وأسئلة عنها. هون بالنسبة للحكي هي ما رح تجي بالضبط نفس الأسئلة، بس رح تجي نموذج. أنا عم أعطيكم هون نموذج عن أسئلة الامتحان كيف بتكون بالنسبة للـ ACFE أولا، بعدين رح أخذكم على الجروند ليجندي المرحلة الإعدادية، بعدين رح أخذكم على المرحلة الثانوية. هلا بالنسبة للمرحلة الإعدادية هي بتاخد رقم 9 في العادة أور سكورش، ممكن هون تزيروها. بالنسبة للإنجليزي لازم تكون إنجليزي تكون جيدة حتى تحسنوا تخلصوا هاي المرحلة. بس رح ندخل هون على العلامة الزرقاء عشان نحصل على الامتحانات. مثل ما عودتكم لازم تكون إنجليزي تكون جيدة لحتى تحسنوها تخلصوا هاي المرحلة. هون أمثلة عن المرحلة: قراءة، حكي، سماعي، كتابة. ونفس العملية بالنسبة للرياضيات هون، بالنسبة للسويدي هون كله موجود هون، بس تدخلوا عليها من علامة زرقاء هون بالنسبة للسويدي. وأمثلة عنها كله موجود هون، في أمثلة على كل شي موجود. هلا بالنسبة للثانوي ها هي مناسيت أو غمنا غمناسي سكولا. الإنجليزي 5 و6 موجود كمان، والإنجليش 5 و6 دخلناها من هون فبتلاحظوها. هون موجودين تكبسوا عليهم نفس الشي وتاخدوا نموذج على هذه الأسئلة. هذا كل شي لدرسنا اليوم. بس حبيت انوه انتو بالنسبة للاشخاص اللي عمرهم فوق ال 18 اكيد ما رح يدخلوا على الغمناسية سكولا
نفس السويديين، هي راح تكون نفس الأسئلة تقريبا، بس راح يكون الاختلاف هي المدة الزمنية. لذلك نحن راح ندخل على فوكسن أوت بيلينج، بتعني مرحلة تعليم الكبار، وراح ناخذ الأسئلة من هون. هذا كل شيء بالنسبة لدرس اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. ومثل ما قلنا لكم، ما عدنا نشوف كل الجروبات، عندنا جروبات محددة. وإذا حبيتوا الفيديو وحبيتوا عملنا، اشتركوا معنا في دليل المغترب بالسويد، هي مجموعة على الفيسبوك. وفي كمان عندنا القناة مثل ما عودناكم، ممكن تشتركوا فيها. وأخيرا ممكن تشتركوا كمان في الموقع دليل المغترب بالسويد، كل الروابط موجودة سابقا وذكرتها سابقا.